سعادتك لو للمنطقة هنا اهوت، يعني معظم الناس ناس، يعني احنا في منطقة عشوائية، ناس هنا معظمها ناس غلابة، فيعني بتعاني من الحاجات اللي مش موجودة، يعني الغلاء بتاع الأسعار، في غلاء في الأسعار، في يعني حاجات سلع كتير بتبقى مش موجودة، زائد ان انا معظم الناس يعني العزبة هنا ناس عزبة عشوائية كلها، عالم هنا يعني ناس غلابة. ولو مثلا في ناس هنا عندنا هنا في حالات هنا ايتام كتير مش معهمش يعني يجيبوا الحاجة اللي هي في المتناول بتاع ناس تانية، فلو احنا هنبص مثلا هنبص هنساعد الناس اللي هم الايتام دولت، لو اي مساعدة مثلا من ناحية كمعيش لان دول ايتام ملهمش دخل. بالنسبة لحضرتك انت شغلانتك ديت مرتبك منها كام؟ بالنسبة لشغلتي انا بالنسبة لي انا قاعد في محل بقعد زي ما انت شايف كده، يعني على الله يعني الدخل ده يعلم الله سبحانه وتعالى، انا بفتح اقول توكلت على الله، اما الدخل ده بتاع الله سبحانه وتعالى بقى ياما شوية فيعلم الله سبحانه وتعالى. اوجه ايه للحكومة؟ اوجه للحكومة ان كل واحد في مكانه يعني يخلي باله يتقي الله في مكانه، ويخلي باله زي اي بني ادم في الدنيا في عمله يتقي الله، البلد ان شاء الله هتنجح. احنا مطالبين بالحكومه ان هي تخلي بالها تتقي الله في يعني كل واحد يتقي الله في عمله، دي ابسط حاجه، يعني الواحد لما يتقي الله في عمله ان شاء الله البلد كلها هتنهض وتجي